هذا اللحن من بين أكثر الألحان شهرة في موسيقى الباروك، والكونترتينور فيليب جاروسكي من بين الأكثر شهرة على الصعيد الدولي. التقينا به في آخر جولاته في فرنسا في دار أوبرا مونتي كارلو بقيادة قائد الأوركسترا أوتافيو دونتينا. إنه يمثل الجينا للمؤلف الموسيقي هاندل، إلى جانبه السوبرانو الليتوانية إنغا غالنا بدور الساحرة، وهذا هو عنوان الأوبرا، إنها ليلة لا تنسى. شخصيتي روجيرو تجسد كل عيوب الرجل، جذاب جدا، كاذب بعض الشيء، ضعيف أمام النساء، يمكننا القول أيضا إنه غير ودي، صفات نراها طوال الأوبرا. هذا ما هو جميل في شخصيتي روجيرو، البعد الشعري اللطيف جدا. هذا هو الدور الذي كنت أريد تأديته. إننا بعيدون عن الحركة البهلوانية المثيرة، إننا في شيء ما أكثر نقاء. شعرت براحة كبيرة في بعض مقاطع هذا الدور. موسيقيته واضحة، عادة العازف المنفرد يميل إلى انتظار متابعة الفرقة له، أما هو فعل العكس، من خلال أنفاسه وطريقته يريد أن يكون حرا في الموسيقى، لذا نشعر أنه جزء منها. إنها هدية كبيرة، خاصة بالنسبة للمغني، لأنه يعتقد أن الموسيقى ليست عزفا منفردا، إنها جزء من كل. ربما هذه هي صعوبة المغني، حين ندرك أننا نريد أن نضع بعض النوايا والعبارات قبل البدء بغناء المكتوب، لذا أحاول أن أعمل على هذا، أن أعمل على أن يكون هناك صدى لهذه الألحان، هذه الكلمات في داخلي، لكنني أحاول أن لا تكون هناك معالجة نهائية لأي شيء، وأن نترك للجمهور فرصة البحث عن الأشياء. لو كان هاندل قد طرق على بابي قبل حفل موسيقي لكنت شعرت بالخوف كثيرا من الغناء أمامه، لأننا نعلم أنه كان يتعرض لنوبات غضب ضد المطربين، لذلك سيكون من المحزن أن يقول لي إنه لا يحب الطريقة التي أغني بها موسيقى. في الوقت ذاته نعلم أنه كان أستاذا كبيرا، لهذا من الممكن أن أحتسي كأس جعة معه، لكنني سأطلب منه درسا للغناء إلى جانبه على القيثارة، هذا سيكون أكثر إثارة للاهتمام.